اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعثه النادي الاهلي تغادر الى الجزائر غدا لمواجهه وفاق سطيف باياب قبل نهائي دوري الابطال. تغادر القاهره بعثه فريق كره القدم بالنادي الاهلي بعد ظهر غدا متوجها الى الجزائر استعدادا لمواجهه فريق وفاق سطيف في اياب قبل نهائي دوري الابطال الافريقي. ان شاء الله المباراه ستقام يوم السبت المقبل. إن شاء الله الأهلي يعود للتدريبات غدا باستاد مختار تيتش على أن يعلن بعدها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق القائمة التي ستغادر إلى الجزائر وتنتقل بعد البعثة إلى مطار القاهرة لتغادر الجزائر في طائرة خاصة خصصتها إدارة النادي لتوفير كل سبل الراحة للفريق في رحلة التأهل لنهائي أفريقيا. ويترأس البعثة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على أن يرافقه كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة بجانب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.